ورقة رئاسية، حيث سيبدأ مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بعد لحظات قليلة، وتتوافد الوفود المشاركة في هذا المؤتمر. ومعنا الآن رجل أعمال أحمد أبو هشيمة، وهو أحد سفراء هذا المؤتمر الاقتصاديين الذين روجوا لهذا المؤتمر. برحب بحضرتك يا فندم في البداية. أهلا وسهلا. مش هطول عليك عشان خلاص المؤتمر هيبدأ وسيادة الرئيس موجود، ولكن أنت كنت سفير لهذا المؤتمر، كيف ترى وإحنا يعني هو مشهد مشرف الإصلاحات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيف روجتم لهذا المؤتمر وستساهم في جذب الاستثمارات؟ يعني بشكر كل المصريين على روحهم المعنوية المرتفعة. كل المصريين في الشارع المصري في كل محافظات مصر بيتمنوا نجاح هذا المؤتمر، ودي أهم روح بنتمناها في كل الشعب المصري. بشكر القيادة السياسية على جذب هذا التمثيل المشرف والدول دي كلها. بشكر الحكومة على إصدار قوانين بنقول لمصر، احنا الرسالة اللي بنقدمها لكل المصريين ان احنا بنقول مصر اتغيرت، مصر الجديدة، مصر الداعمة للاستثمار، مصر الجاذبة للاستثمار. كل ده حاجات جديدة لازم بنروج ليها. انا بمضي النهارده استثمارات بس بفكر في بكره، عايز مصر تبقى على طول جاذبه للاستثمار. بشكر فعلا الحكومه على الاجراءات الاخيره في قانون الاستثمار الجديد والضرائب. فبنتمنى ان شاء الله هينجح المؤتمر، ولكن اهم حاجه يوم 16 هيحصل ايه. كل الشعب المصري لازم فعلا انطلاقه وبدايه حقيقيه لهذا الشعب العظيم في ان احنا ننتج، وهي ثوره العمل والانتاج من يوم 16 باذن الله. من المتوقع وانتم كرجال اعمال هناك مشروعات سيتم او اتفاقيات سيتم ابرامها اليوم؟ اكيد في مفاجآت كثيره في المؤتمر، ولكن اهم رساله نقدمها للعالم كله ان احنا نقدر ننظم مؤتمر كبير زي ده، نقدر نوصل رسالتنا للعالم ان احنا جاذبين للاستثمار، ومصر فعلا هتبقى من اكثر دول العالم في جذب الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، وقادرين على ده ان شاء الله. انا مش هطول عليك، بشكرك شكرا جزيلا. عوده مره اخرى الى الاستوديو. معلش يا جماعه، احنا في لحظات يعني قبل انعقاد اللحظات الاخيره قبل انعقاد المؤتمر، والجميع الان يتوافد على القاعه الرئيسيه، والجميع على استعداد لهذا العرس الذي ستتخطى وتتحدى به مصر التحديات الاقتصاديه التي مرت بها خلال الاعوام الماضيه. من شرم الشيخ آية عبد اللطيف، شكرا لك.